انت كنت قريب جدا من دكتور ضرغام، احكي لنا يعني شنو تعرض الى ضربات رصاص حي، تعرض الى ضربات بالتواثي بالهراوات، شلون كانت اصابته ومن قبل منو يعني بالضبط؟ اشرح لنا تفاصيل المشهد شلون صار، انت تقول كله صار دقائق. المشهد اللي صار الموجودين الحمايه ومجاميع مسلحه اضافه للعدد يعني تقريبا بال 70 واحد يعني. المهم الضرب صار بالاخمسات بالمسدس واخمس البندقيه ضربوه على راسه بقوا يضربونه الى ان فقد الوعي. اي واحد يتقرب لدكتور ضرغام يرمون عليه طلق، الطلق يعني مباشر مو طلق له فوق. يعني انت تعال شوف، ها اسمح هاي سجل عليه. نقلوا دكتور ضرغام، خلوه بسياره زين. السياره انترس الطلق، السياره اليوم هاي السياره اللي اذا تشوفها انت التارات قعدوها على القاع، الباب الصدر مزرف، يعني هاي باب الصدر من مزرف، يعني انا اللي قلت لك. وهاي وين القوات الامنيه؟ والله عجيب. فحولنا الجيش الشرطه وينهم؟ يباعون يعني تتفرج. عجيب. القوات الامنيه لا تتحرك مصيرهم مثل دكتور ضرغام. من اللي ذاهب لبيت نائبه، انا ما عندي غير صوتي، اذا النائبه فعلا زعج صوتي، ما استعت النائبه من اصوات الرصاص ترس البيوت، ما استعت النائبه من اصوات الرصاص فزز الاطفال والعوائل والجيران. عاد عوفوا دكتور ضرغام استحى من المنطقه اللي انتم قاعدين فيها، اطفال بعمر الولد يبكون نسمعهم قبال عيوننا، احنا متظاهرين يركضون والاطفال يريد يطب لها ما يعرف، ما يدري. هاي بعيني انا شفتها، رصاص حي ترس المنطقه، ناس عوائل قاعده، هاي مو عيب، هاي عيب لو شاف ضرغام العيب. من الاكثر اللي المفروض ما يصير، صوت ضرغام اللي طلب بكل ادب ان تحضر النائبه لجلسه لمناقشه اسعار المواد الغذائيه، لو صوت الرصاص اللي ترى في الحيطان. طيب. وترى في السيارات. زين مثنى. لو الشاشين، لو الحربات. طيب. لو القامات. طيب. شنو اللي يعني ما تعتقد؟ علمني العيب حتى اسويه. زين.